السلام عليكم، معكم الدكتور مؤيد القيطاس، وكنت أعمل قبل تقاعدي في شركة التصنيع الوطنية كنائب لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا، وهي من أكبر الشركات الصناعية السعودية. وقبلها عملت حوالي عقدين من الزمن في شركة سابك، وهي من أكبر الشركات في العالم في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيميائية. وكنت مسؤولا في آخر الفترة التي عملتها ولعدة سنوات في مجال البحث والتطوير وإنشاء مراكز الأبحاث وتنميتها، وأيضا التعاون مع الشركات العالمية في مجال ترخيص التقنيات واستقطابها للاستفادة منها في النمو المصانع وتنوع المنتجات. وأشكر منظمي هذه الندوة المهمة على الاهتمام بأهمية العلاقة ما بين البحث والتطوير والصناعة، وأهمية تنمية هذه العلاقة وتقويتها، حيث أن البحث والتطوير والتقنيات بصورة عامة التي تنتج عن البحث والتطوير هي الأساس في نمو الصناعات وتنوع منتجاتها وتنمية الاقتصاد الوطني للبلدان التي تحتوي هذه الصناعات، حيث أن العالم اليوم يتطور بصورة دائمة نحو ما هو أفضل إن شاء الله في مجالات الصناعية. ولذا فمن المهم تنمية هذا التنوع الصناعي لدينا ونمو صناعاتنا ونمو نشاطنا في البحث والتطوير والمجال التقني لما هو أفضل. والسلام عليكم.